الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في الدورة 32 لمعرض الخرطوم الدولي، وشركة الدعاية الذكية هي الراعي الحصري للإعلان، وبمشاركة الرعاة الماسيين زين راعي المسرح، جياد مجموعة جياد عماد الصناعة في السودان، هسة الحياة سهلة، صافولة لزيت الطعام، مجموعة جياد لخدمات النقل، شاي زرافتين المشروب الساخن لمعرض الخرطوم الدولي، هاسكو الحل الأمثل لبيئة صحية، هواوي. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام للسنة الثانية على التوالي، نأتيكم على شاشة قناة النيل الأزرق في الرسالة اليومية من معرض الخرطوم الدولي، حيث تم افتتاح معرض الخرطوم الدولي في دورته 32 بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأيضا وفد رفيع المستوى من دبلوماسيين وأكيد وسفراء، وتواجد تواجد كبير لدول في هذا العام. نأمل للجميع إن شاء الله طيب المتابعة والمشاهدة. يا حاجة يا حاجة يا حاجة يا حاجة يا سعداء مشاهدينا الكرام ان يكون معنا الاستاذ عبد العزيز ابو بكر عبد الرحمن مدير المناطق الحره، اهلا وسهلا بك. نتحدث عن الافتتاح لمعرض الخرطوم الدولي في دورته 32. مرحبا بكم. بحمد الله في مساء اليوم تم وبتشريف النائب الاول لرئيس الجمهوريه افتتاح الدوره رقم 32 لمعرض الخرطوم الدولي، والتي شهدت حضور دولي ومحلي كبير جدا جدا. طيب نتكلم عن التلاقح، ويعني هذا التواجد بين عدد كبير من الشركات الموجودة والدول. حقيقة يشارك في هذه الدورة دول أفريقية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة لعدد كبير من الشركات المحلية والتي من خلالها يتم تبادل الخبرات والسلع وازدهار السوق واستفادة رجال الأعمال و الشركات من هذا الحضور التجاري الكبير في الشركة. يعني أكيد المعرض يختلف من سنة إلى سنة، وإحنا في بداية هذا اليوم، رؤيتكم يعني للتطور الموجود في معرض الخرطوم الدولي؟ حقيقة درجة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في تنظيم هذه الدورة سنويا، ويكون في اجتهاد كبير جدا جدا في زيادة المشاركات الدولية لاستفادة الشركات المحلية منها وتوفير السلع والخدمات التي تنقص السودان. أستاذ عبد العزيز أبو بكر عبد الرحمن مدير المناطق الحرة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معرض الخرطوم الدولي مشاهدينا الكرام، ومن جناح جمهورية مصر العربية سعداء ان يكون معنا الاستاذ عبد السلام الصفتي مدير تصدير مجموعة سيراميك الفراعنة، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. سعيدين بوجود جمهورية مصر الشقيقة والعزيزة سنويا في معرض الخرطوم الدولي في دورة 32، والليلة الافتتاح رؤيتك وشايف شنو كيف الافتتاح لهذا اليوم؟ اولا احنا بنشكركم على الافتتاح الجميل دوت، واحنا سعداء ان احنا نشارك في معرض الخرطوم، ودي تاني مره تقريبا، كان اخر مره من 3 سنين. بنمثل مجموعه سيراميكا الفراعنه، شركه انوفا لصناعه السيراميك والبورسلين. انا يعني اتوقع ان السنه دي ان شاء الله يكون لي شكل خاص في النجاح،
لان الافتتاح ما فيش يمكن تقريبا ساعتين زي ما حضرتك عارفه، والاعداد بتتزايد بشكل يعني ملحوظ قوي. فان شاء الله متوقع ان يبقى في نجاح كويس، وان شاء الله الموسم السنه دي باذن الله يعني هيكون في شغل كويس باذن الله. وبما انه احنا مشاهدينا الكرام في معرض الخرطوم الدولي في دورة 32، كان لابد لنا من ان نلتقي ببعض المتجولين في المعرض، نتعرف بكم ورايكم شنو في الافتتاح وفي المعرض. خالد محمد عبد الرحمن، شرق النيل، والله حاجه روعه شديد، والله كل سنه احلى من الثاني. اكثر حاجه عجبتك في المعرض؟ والله كل الاجنحه ما خشينا، انه اليوم شويه فيه زحمه وخشينا بس جزء من الجزء. الجزء اللي خشيته ده والله روعة، روعة شديد، واحلى من السنة اللي فاتت ان شاء الله. نتعرف عليك، رأيك شنو في المعرض؟ تمام. اسمك منو؟ عمرو خالد محمد عبد الرحمن. انت جيت مع بابا؟ وريني، شايفة ما شاء الله شايلة الأكياس. رأيك شنو في المعرض؟ أكثر حاجة عجبتك شنو؟ أكثر شيء سمح والله. نتعرف عليك، رأيك في المعرض؟ اللثم الطيب خالد محمد عبد الرحمن. معرض جميل طبعا، روعة جميلة. أي شيء جميل فيه. والله السنة دي متطور شديد طبعا، متطور في العام بجد، جزاك الله خير. كونوا معنا مشاهدينا الكرام من داخل معرض الخرطوم الدولي في دورة 32 في الرسالة اليومية، أهلا وسهلا بالجميع. إذا مشاهدينا الكرام زي ما تابعتوا معنا، دي كانت أجواء الافتتاح لمعرض الخرطوم الدولي لمساء اليوم في دورة 32 بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية وفد رفيع المستوى من دبلوماسيين وسفراء عدد كبير من الشركات الموجودة. شركة الدعاية الذكية هي الراعي الحصري للإعلان، وبمشاركة الرعاة الماسيين زين راعي المسرح، جياد مجموعة جياد عماد الصناعة في السودان، هسة الحياة سهلة صافولة لزيوت الطعام، مجموعة جياد لخدمات النقل، شاي الزرافتين هو المشروب الساخن لمعرض الخرطوم الدولي، هاسكو الحل الأمثل لبيئة صحية، هواوي. ونتمنى للجميع إن شاء الله طيب المتابعة والمشاهدة، تابعونا يوميا إن شاء الله في الرسالة الخاصة لمعرض الخرطوم الدولي في دورته 32. ومني أنا دائما نجود حبيب، أحلى ورق التحايا، مع السلامة وفي أمان الله.